حول زيارة وزير الدفاع الأمريكي المفاجئة لبغداد والوجود العسكري الأمريكي هناك، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا سيد حاتم. حياكم الله، تحية لك ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. زيارة غير معلنة إذن لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وتأتي في ظلال الذكرى 20 لاحتلال العراق. أكد في هذه الزيارة أنه جاء لترسيخ محاربة داعش، ولم تعلن الحكومة انتصارها على، طبعا التي أعلنت انتصارها على داعش منذ سنوات، يعود من جديد يقول أنني جئت لمحاربة داعش. ماذا نفهم من هذه الزيارة؟ نعم، حقيقة دعني أقول بأن هذه الزيارة تحمل العديد من الرسائل، سواء كانت إلى الداخل العراقي أو كانت إلى إيران بالذات، يعني لأن المنطقة الآن حقيقة تغلي على، يعني تغلي بشكل كبير جدا، وهناك تصعيد مع إيران غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل. وبالتالي زيارة وزير الدفاع إلى المنطقة تأتي ضمن السياق التصعيدي باتجاه إيران خلال هذه الفترة، علما بأن رئيس هيئة الأركان الذي زار سوريا قبل أيام، أنا أعتقد بأن هذه الزيارة قد تكون مهمة أكثر من زيارة وزير الدفاع إلى المنطقة، لأن هذا الرجل منصبه منصب سياسي، بينما هذا الرجل هو منصبه منصب عسكري لتهيئة أو زيارة مسرح العمليات في المنطقة. أعود إلى هذه القضية. أولا، بأن تنظيم الدولة عندما كان في العراق تم إخراجه من المدن في تلك الفترة، وتم خروج الكثير من المقاتلين باتجاه سوريا، وبالتالي بقاء القوات الأمريكية في العراق مرهون ببقاء هذا التهديد موجود في العراق. لذلك يتم تسويق أنه تنظيم الدولة لم ينتهي، وأنه أن هناك تهديد يشكله هذا التنظيم في العراق وفي المنطقة، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى المنطقة سواء كانت في العراق أو سواء كانت في سوريا. وهذا ينعكس أيضا على ميليشيات الحشد الشعبي التي ترى بأن بقائها على ما هي عليه الآن هو بسبب وجود تهديدات من قبل تنظيم الدولة الذي أصبح شماعة لبقاء هذه الأطراف في العراق. ولكن الحقيقة تقول بأن زيارة وزير الدفاع تحمل رسائل إلى الحكومة العراقية بأن القوات الأمريكية باقية في العراق ولن تخرج خلال الفترة المقبلة، على الأقل على المدى القريب والمتوسط. القضية الثانية هي رسالة إلى الحكومة العراقية بأنه يجب عليها أن تحسم موقفها في التعامل مع إيران، ورأينا كيف كانت الإجراءات بالنسبة للدولار وما إلى ذلك خلال الفترة الماضية. يضاف إلى ذلك بأنها رسالة إلى الميليشيات أيضا بأنه من سيقف في إيران في أي تصعيد مقبل، فأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في اتخاذ إجراءات ضد هذه الميليشيات خلال الفترة القادمة. وبالتالي تأتي الزيارة ضمن هذا الإطار العام. نعم، طيب، على ذكر ذلك هو قال، أشار إلى أن الحكومة في بغداد هي من ترغب أو طلبت بقاء القوات الأمريكية، ماذا نفهم من هذا؟ نعم، هذا الكلام أنا أعتقد أنه للتسويق الإعلامي، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، ثم جرى تجديد هذه الاتفاقية عام 2014. هناك اتفاقات سرية ما بين الحكومة العراقية وما بين حكومة واشنطن، هذه لم يطلع عليها الكثير بما فيها الكثير من الشركاء في العملية السياسية. وبالتالي تسمح هذه الاتفاقيات ببقاء القوات الأمريكية في العراق حسب القواعد التي تم أخذها الآن في قاعدة حرير وفي قاعدة عين الأسد بالإضافة إلى فيكتوريا. وبالتالي وجود القوات الأمريكية هو ضمن هذا الإطار، أيضا من هذا الإطار العام. يعني عندما صعدت الميليشيات في الفترة الماضية باتجاه ضرب القواعد وما إلى ذلك، كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية حاسم بأنه بقاء القوات هو لأغراض التدريب ولأغراض المشورة، ولكن هذه القواعد ستبقى مفتوحة وستبقى القوات الأمريكية في العراق خلال الفترة القادمة. ذكرت قبل قليل سيد الفلاحي، ذكرت إيران وذكرت الرسائل الأمريكية للحكومة ولإيران من ناحية أخرى، هل ثمت رسائل أخرى، رسائل طمأنة فلنقل لحلفاء أمريكا ضد التوسع الإيراني في المنطقة؟ هل هذه الرسالة ممكن تكون من ضمن الرسائل الموجودة؟ نعم، لا شك بأنه من ضمن الرسائل بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعيد حساباتها باتجاه طهران، خصوصا وأن نسبة التخصيب الآن أصبحت 83% و7%،
والطاقة يعني مدير الطاقة الذرية لم يتوصل إلى اتفاقيات قطعية ونهائية مع إيران، وإيران تعرف جيدا بأن هناك تصعيد في المنطقة. وهذه الزيارات التي جاءت إلى الأردن جاءت لأنه الآن الكثير من القوات الأمريكية التي انسحبت من العراق وانسحبت من قسم من دول الخليج العربي جاءت إلى الأردن التي تعتبر نقطة ارتكاز الآن في المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن زيارته إلى مصر يمكن أن ينتج منها تحالف عربي الآن لوضع نظام دفاع جوي للمنطقة تحسبا لما يمكن أن تجري عليه الأمور، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي نفذت مناورات عسكرية مع القوات الصهيونية أطلق عليها سنديان البازل، شارك فيها 6400 جندي أمريكي بالإضافة إلى الطائرات F-35 وطائرات F-16 وF-18 وما إلى ذلك من قوات. هذه القوات تحاكي ضرب دولة إقليمية لديها منشآت نووية وكيفية التعامل مع منظومات الدفاع الجوي. إذا من ضمن الخيارات الآن التي توضع على الطاولة هي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع إيران في حال فشل المفاوضات النووية والتي أطلق عليها دعم الحارس، هذه الذي وضعت عام 2018 يبدو بأنها قد فعلت الآن، وأن هناك تصعيد وإيران تعرف جيدا بأن هناك تصعيد من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني وفيما يخص العلاقات الإيرانية الروسية التي يبدو أنها أخذت طابع آخر الآن. موقع ميدل إيست آي أو ميدل إيست أونلاين تحدث عن أن واشنطن ترى أن مواجهة إيران تبدأ من العراق، هل الوضع في العراق مع سيطرة الميليشيات يسمح بتطبيق هذه الرؤية؟ نعم أكيد، يعني بأنه الآن الحكومة أو الميليشيات في العراق هي التي تسيطر على الوضع وهذه حقيقة لا يمكن تجاوزها يعني، ولكن يجب أن يعرف القائمون في العراق بأن في حال أي مواجهة سيكون مصيرهم مصير النظام الإيراني خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن إيران تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وتعاني من حراك واحتجاجات داخلية كبيرة جدا يمكن أن تؤدي بانقلاب الجبهة الداخلية على النظام الإيراني الموجود. يضاف إلى ذلك بأن هناك الآن حقيقة ضغوطات كبيرة جدا تمارس من قبل الطاقة الذرية بالنسبة للاتفاق النووي وبالنسبة إلى تفعيل الاتفاقات السابقة، لذلك أرى بأن العراق نعم يعتبر مرتكز أساسي لمواجهة إيران، ولكن إذا ما تم موقف الحكومة العراقية وموقف الميليشيات مع إيران فأعتقد بأنه ستكون القضية يعني محسومة بأنها ستعامل معاملة النظام الإيراني خلال الفترة المقبلة. نعم، كيف تتوقع رد فعل الميليشيات الموالية لإيران والتي تصرح ليل نهار بالثأر لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس وأنها ستطرد الأمريكان من العراق؟ نعم، من يرى الزيارة بأنه كان هناك لقاء مع صالح الفياض من قبل وزير الدفاع، وأعتقد بأنه أوصل رسائل مهمة خلال هذا اللقاء إلى الميليشيات في حال أنه تعرضت القواعد الأمريكية إلى أي ضربات من الداخل العراقي، فأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون جادة في التعامل مع أي تهديد لقواتها هذه المرة في العراق. أما بالنسبة لموقف الميليشيات فأنا أعتقد أن موقف الميليشيات سيرتبط بموقف إيران، خصوصا إذا ما أرادت إيران الآن تصرح بأنه سيتم الرد على الضربات التي وجهت لها من قبل الكيان الصهيوني عن طريق حلفائها في المنطقة، لأن إيران ليس لديها مشكلة بأن يتم توجيه ضربات إلى حلفائها سواء كان في اليمن أو سواء كانت في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو حتى في فلسطين، ولكن لديها مشكلة بأن لا تكون الضربات هذه على الداخل الإيراني. فأنا أعتقد بأن موقفها سيرتبط بإيران لأن هناك ارتباط فكري وأيديولوجي وعقدي بالنسبة لهذه الميليشيات لن يخرج عن الإرادة الإيرانية. أشكرك جزيلا، كنت معنا السيد حاتم الفلاحي، شكرا لك.